صباح ومساء على كل متابعي مدنز الغاليين، وحشتوني جدا جدا. ويلا بينا خلونا نشوف معنا ايه النهاردة. جايب لكم جهازين. الجهازين اللي معايا النهاردة من شركة رينكو. شركة رينكو معروفة في السوق المصري، بقالها فترة بتنزل اجهزة، فخلونا النهاردة نتفرج مع بعض على الرينكو الاف والزد التوأمين. واحد فيهم مختلف عن التاني بحاجات بسيطة، خلونا نستعرضهم مع بعض ونعمل لهم الانبوكسنج ونرجع ندردش عليهم ونشوف عيوبهم ومميزاتهم. يلا بينا. ادي العلبتين بتوع الجيلي بوكس، واحدة زد وواحدة الاف. الزد قلنا اللي هي الكبيرة والاف اللي هي الصغيرة. العلبتين حجمهم واحد ايدنتيكال، مع اختلاف طبعا الواجهة بتاعتهم، كل واحدة عليها الجهاز وتفاصيلها، وجناب العلب نفس الوضع، كل حاجة شبه بعضها. طبعا الباكجينج بتاعها انا شايف ان هو حاجة يعني ضعيفة جدا، ويمكن ده السبب ان هم يقللوا الكوست بتاعها فيبقى سعرها ارخص، الله اعلم، بس الباكجينج بتاعها ضعيف جدا خفيفة. تعالوا بقى ونبدأ بالصغير للكبير، نتفرج على علبة الاف. في نص العلبة هتلاقي اسم الشركة واللوجو بتاعها رينكو. بعد كده هتلاقي ستيكر عندك بيقولك اللون بتاعك، لون الجهاز بتاعك ايه، وهنا عندك جيلي بوكس اف، وادي شكل الجهاز بتاعك والرسمة الحلوة اللي عليه، وظهر العلبة شوية الحاجات اللي موجودة جوه اللي هنشوفها دلوقتي، واللي يهمنا هو السكراتش كود عشان تتأكد ان هي اوثنتك مش كلون. خلينا نفتح العلبة مع بعض ونشوف محتوياتها. هتلاقي اليوزر مانيول، وبعد كده هتلاقي الجهاز بتاعك بمنتهى البساطة وبمنتهى السلاسة، بيبقى موجود جوه كيس كده ابيض شفاف. طبعا انا عشان كنت بصورها لكم في الساحل فشلت الكيس ده. عندك كابل الشحن تايب سي، وعندك الجهاز. اتفرج على الجهاز وخد لفة كده معاه. سيمبل جدا، صغير جدا، بجد فظيع جدا جدا جدا. شايف حجمه قد ايه؟ صباع بالظبط. احنا معانا اللون الامبر كلير زي ما انت شايفه كده، وعندك تحت الرسمة الخاصة بكل لون، وهنا شكله زي تنين كده او حاجة. وعندك جيلي بوكس اف، من تحت عندك التايب سي عشان تقدر تشحنها منه، وادي الاير فلو بتاعك. شايف فتحة الاير فلو قد ايه؟ يعني خرم ابرة، صغنن جدا 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 من ناحيتين. طبعا ادي هنا واحدة وهنا واحدة. ده الكارترج بتاعها اهو لوحده بيشيل 2 ملي ليكويد. وعندك هنا الستيكر ده عشان ما تشتغلش منك، وطبعا بتشتغل بالكويلز، يعني هنا هتلاقي عندك كويل. الكويل اللي بيجي فيها هي والزد الاتنين 1 اوم، مش كويل بيشتغل اهو من 10 ل 13 او 14 واط دي تقريبا مش باينة كويس. وادي المجنتيك اللي بيمسكه في البود. البود قوية جدا في ماسكتها وفي ان هي تقفش في الكارترج بتاعها، مفيش حاجة بتلخلخ، مفيش حاجة تقدر تسحبها منها، عايزة تتشد بقوة. طبعا عشان تملى الكارترج بتاعتك عن طريق الجلدة دي بتفتحها بمنتهى السهولة وتملى الكارترج بتاعك وتقفل عليه. بطارية بتاعتها 650 ملي امبير. تعالوا بقى نروح لاختها. طبعا اللي معانا التانية بلو كلير، هنشوف اللون الازرق الشفاف. دي الجيلي بوكس الزد. خلونا نفتح العلبة بتاعت الزد. هتلاقي عندك برضو اليوزر مانيول والوارانتي كاردز بتوعها، ونفس الكابل التايب سي موجود برضو. وادي الجهاز نفسه الجيلي بوكس الزد. في الجنب هتلاقي عندك وصلة اليو اس بي التايب سي بتاعته، وهتلاقي هنا مكان لو عايز تعلق الجهاز منه بأي لاينر عندك ممكن تركبها له، هي ما بتجيش معاه في العلبة. وزي ما انت شايف هو شفاف، وفي الدايرة الالكترونية بتاعته باينة، البوردة بتاعته باينة، وفي لايت انديكيتور هو والتاني. تحت جيلي بوكس زد مفيش طبعا وصلة اليو اس بي مش تحت زي ما شفناها كده في الجنب. وعندك هنا في الجنب ده في فتحة الاير فلو بتاعتك، وهي فتحة واحدة من الجنب ده. وفي الناحية التانية هم اعتمدوا على فتحة اليو اس بي ان هي تدخل بعض من الهواء، وده اللي مخلي ان الاير فلو في الزد اكبر شوية من الاير فلو اللي موجود في الاف. تعالوا نبص على الكارترج بتاعها. الكارترج بتاعها برضو 2 ملي، وبرضو واخد الشكل المبطط ومن جوه على ضيق. اداؤه برضو في منتهى الجمال واستخدامه حلو جدا. وادي شكل الكارترج. طبعا هو شكله مختلف شوية عن الكارترج التاني، هنشوف دلوقتي مقارنة ما بينهم. بس اللي عايز اوريه لكم ان هما بيستعملوا نفس الكويل، هو نفس الكويل اللي موجود في الزد هو اللي موجود في الاف، مع اختلاف الكارترج بتاعتهم. طب يا مادنز ينفع نركب ده على ده؟ لا، ده حاجة وده حاجة. ادي الاتنين كارترج
الكارترج اهم، الاتنين برضو بيتملوا من الجنب بنفس الطريقة عن طريق الرابر اللي في الجنب ده، بيتشال وبتملى التانك بتاعك وبتقفل. وادي شكلهم جنب بعض، اختلاف الدريب تيب واضح ما بين الاتنين، دي مبططة ودي على دائرية شوية، دي شكل مربع ودي واخدة شكل مخروطي او معين كده، وادي من تحت الماجنتكس بتاعتهم. الاتنين تفتكرهم شبه بعض، لكن تيجي تركب دي على دي مش هتركب، تركب دي على دي مش هتركب، لكن الكويلز اللي بتركب جواهم واحدة. يعني لو جينا نجرب كده وندخل دي اصلا مش بتدخل، لان المسافة اصلا والمقاس مختلف تماما. طيب لو جينا نركب الزد في الاف برضو هتلاقيها بتدخل بوسع ومش بتركب، لان طبعا التانية اوسع. الجيلي بوكس الزد بطاريته 850 ملي امبير في مقابل بطارية الاف اللي بتيجي 650 ملي امبير. وادي الجهازين جنب بعض، الاتنين شبه بعض جدا، يعني هي بس حتة الزيادة اللي في الجنب هنا دي هي اللي فرقة ما بين ده وده، فكده الاتنين واحد بالنسبة لي، بيستعملوا نفس الكويل، الاتنين الكارتج بتاعتهم 2 ملي، واحدة بس بطاريتها 650 ملي امبير اللي هي الاف، والزد بطاريتها 850 ملي امبير، مع اختلاف الكارترج ان الكارترج ده ما بيركبش على دي ولا ده بيركب على دي، كل واحدة ليها الكارترج بتاعها، والاتنين بيشحنوا تايب سي. زائد الفروقات في الاستخدام هنشوفها دلوقتي مع بعض، ان دي اضيق شوية في النفس بتاعها من دي، فكل واحد وذوقه وستايل. يلا بينا نطلع نجربهم ونشوف عيوب كل واحدة ومميزاتها. يلا بينا. ها يا حلوين، ايه رأيكم في الجهازين؟ انا بصراحة شايف ان الجهازين في منتهى الجمال، من خاماتهم وادائهم وحجمهم والفليفرز اللي خارجة من الكويلز اللي موجودة جواهم. زي ما شفتوا كده معانا الاصدارين، معانا الاف واللي هي الصغنونة اللي بتيجي ببطارية 650 ملي امبير، والكويل اللي جواها واحد اوم مش كويل وبتتشحن تايب سي، ومعانا الزد اللي هي الاخت الاكبر شوية اللي بتيجي ببطارية 850 ملي امبير وبتستخدم نفس الكويل الواحد اوم المش كويل وبتشحن تايب سي. طيب ايه الفرق بينهم في الاستخدام؟ انا ما شفتش فيهم فروقات غير حاجة بسيطة، ان الزد انا حسيتها مفتوحة في الايرفلو شوية عن الاف، وزي ما شفتوا كده الايرفلو بتاع الاف خرمين من على الجنبين، لكن في الزد الخرم من ناحية واحدة والناحية التانية اعتمدوا على فتحة اليو اس بي عشان تدخل هواء اكبر شوية. تعالوا كده ناخد باف من الزد ومن الاف ونقارن مع بعض الاداء. السحبة بتاعتها تعتبر نوعا ما واسعة شوية بالنسبة للام تي ال، يعني هي لوزي ام تي ال، لوزي ريستريكتد، مش ضيقة مش مخنوقة، واسعة، سجارة سالكة، حاجة واسعة. ناخد نفس تاني. السنسور في الاتنين بصراحة في منتهى الجمال، انت ما بتحتاجش تعمل مجهود، انت مجرد ما بتسحب هي بتديك على طول وبتشتغل. زي ما شفتوا مفيش عندنا زراير فاير، مفيش عندنا اي لعب في الفولت انك تعلي او توطي، هي مجهزة على الاستخدام على الواحد اوم اللي موجود جواها. تعالوا بقى ناخد باف من الاف الصغيرة. هنا النفس مخنوق بقى، هنا انا يعجبني ستايل الفيبنج ده اكتر من الزد. ستايل النفس اللي هنا بتاع ام تي ال صريح، نفس ضيق، نفس يعني زي ما بتقول ايه بيمزجك كده. طبعا الفليفر حدث ولا حرج، الفليفرز في الاثنين انا اديهم 9.5 من 10. بصراحه الاداء بتاع المش كويلز في البودات دي في منتهى الجمال. فيب برودكشن معقول جدا، ادائها في منتهى الجمال، حجمها مناسب جدا جدا جدا، وزي ما انتم شايفين لعبة صغنطوطة يعني بجد، الاتنين احجامهم اصلا صغنطوطة جدا، يعني احجامهم لا تذكر بصراحة. طبعا دي مفيش مكان ان انت تعلقها في اللاينر، فدي بيبقى بيحتاج لها الرابر، يعني انت عارف انت اللاينر اللي بتيجي وفيها حتة الرابر كده اللي بيبقى عليها شوية اللوجوهات والحاجات دي عشان تعرف تعلقها، انما دي بيجي معاها مكان تقدر تحط فيها اي لاينر على مزاجك وهتعرف تعلقها في صدرك، تحطها في جيب الجينز الصغير، تحطها في جيبك يعني، بس خلي بالك ان هي ممكن تضيع منك بسهولة، ودي من احد عيوبها ان هي صغنطوطة جدا، فممكن تلاقيها سرحت منك هنا او هنا، او انت سرحت عنها وما بقتش عارف هي فين. طيب بالنسبة للاتنين، انا بستخدم دي من زي ما شفتوا كده من الساحل، يعني حتى دي اللي لونها الكلير الابيض، مش اللي هي البلو اللي معانا كانت هنا في الريفيو او في الانبوكسنج.
فانا بقالي فتره بستخدمها وعارف الاداء بتاعها. بجد عجبني جدا الكارترج بتاعها في حته ان هو مفيش نقطه ليكويد لا تحت ولا فوق ولا في تسريب ولا في اي حاجه، مع اني قعدت فتره ما بستعملهاش. بجد دي حاجه تحسب لها، وكان الكارترج مليان، فدي عجبتني جدا ان الاحكام والاغلاق في الكارترج بتاعها رائع جدا، مفيش معاها ليكج ومفيش سبيت باك بيحصل. حتى بعد ما تركنها شويه وتيجي تستعملها ما حسيتش باي سبيت باك بيحصل. بجد هي اختيار مناسب جدا لاي حد بيدور على حاجه بسيطه، حاجه سهله، حاجه رخيصه. انا مش عارف هي هتبقى موجوده امتى في مصر، بس انا استلمت الجهازين دول لما كنت في المعرض في دبي اللي هو وورلد فيب شو، واخدتهم من الشركه نفسها. جم وقابلوني وادوهم لي وادوني اجهزه تانية رينكو، هنشوفها مع بعض ونستعرضها. بس انا حبيت اطلع الجهازين دول مع بعض عشان الاثنين يعتبروا بالنسبه لي واحد، فما فيش فرق ما بينهم، عشان نعملهم على فيديوهين مش كتره فيديوهات هي وخلاص. بس كده، فده كل حاجه عنهم. بالنسبه للشحن، الشحن في الاثنين سريع جدا، مسافه ما هتعمل كوبايه شاي وترجع تلاقيها خلصت شحن، ودي من احد المميزات. تقدر تستعمل الاثنين وهما بيشحنوا، ما عندكش اي مشكله. الجهازين دول انا برشحهم لاي حد حابب يبدا فيب او يجرب فيبنج، او حد اكسبرت او حد قديم وعايز جهاز سريع الاستخدام يكون في جيبه في مشوار سريع في حته رايحها بسرعه وراجع، هتستمتع باداء الجهازين دول. بس كده، ده كل حاجة عنهم. وان شاء الله الفيديو ده لما يوصل 1000 لايك هيطلع جهاز من ده وجهاز من ده لواحد من سعداء الحظ، ان كان على اليوتيوب او على الفيسبوك. فتابعوني وما تنسوش، هتلاقوا اللينكات كلها موجودة تحت. بس كده، شكرا لكم متابعتكم. كان معكم في هذا الريفيو مادنس، ودايما خليكم فاكرين ان السجاير هلكتنا وجي وقت صحتنا. شوفكم على خير، سلام.